خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز كريم احمد، ولقاء مهم جدا مع اللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الاهلي مدينه نصر. يلا بينا. كل التحيه ليك يا زميلي امير هشام، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا اعضاء النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كالعاده عائله النادي الاهلي بتستمر في الاداء الناجح والمذهل خلال المرحله الماضيه والمرحله القادمه. يمكن مجهود كبير جدا بيبذل من الاداره التنفيذيه، الاداره الهندسيه برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، لان في امور كثيره جدا في الثلاث فروع وليس مدينه نصر فقط بيشتغل عليها المجلس بشكل كبير، لكن كل حاجه ليها وقتها وليها توقيتها عشان تطلع بالشكل اللي احنا شفناه وتابعناه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. بينضم لي طبعا العميد حسن مسعود مدير النادي الاهلي فرع مدينه نصر، برحب بيك حسن بيه. ومجهود كبير جدا بذل خلال الايام الماضيه، التوجيهات اكيد كانت من كابتن محمود الخطيب، اشتغلته بشكل كبير جدا بعد الافتتاح، حاجه جميله، الاعضاء سعداء بشكل كبير، وهو ده الهدف اكيد، سعاده اعضاء النادي الاهلي، ده هدف من اهداف مجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله زي ما مجلس اداره النادي الاهلي في البرنامج الانتخابي بتاعه، واول ما المجلس جه وعد ان هو عائله النادي الاهلي بتقديم اعلى خدمات للنادي الاهلي وتوفير خدمات على متميزه لاعضاء الجمعيه العموميه، والمجلس وعد فاوفى. الحمد لله كانت باكوره هذه الانجازات منطقه الفوت كورت الجديده بالنادي الاهلي في مدينه نصر، وطبعا المنطقه دي احنا شغالين حوالي بقى لنا 9 شهور، تم بذل مجهود كبير جدا علشان انت بتشتغل النادي شغال في نفس الوقت في انشاءات كثيره، فالحمد لله. والحمد لله الكابتن محمود خطيب كان دايما وباستمرار، ومجلس اداره باستمرار كانوا بيتابعوا الانجاز العمل في مراحل العمل المختلفه علشان يتم الافتتاح في الميعاد اللي المجلس اخطر بيه الجمعيه العموميه، والحمد لله نفس الميعاد افتتح النهارده. الحمد لله افتتحوا الفود كورت، وده طبعا سعاده الاعضاء لا تتخيل مدى سعاده الاعضاء، لان المنطقه دي عباره عن منطقتين، منطقه للاعضاء امتداد لمنطقه جلوس الاعضاء الحديقه الرئيسيه، ومنطقه مطاعم. منطقه المطاعم فيها 12 مطعم على اعلى مستوى بيقدموا خدمات متميزه جدا جدا وباسعار الحمد لله معتدله جدا. اما المنطقه اللي قدام النافوره فدي منطقه التوسعات الخاصه للاعضاء امتداد حديقه رئيسيه الاعضاء، علشان طبعا مع كل يوم وشهر الاعضاء بتزيد فبنحتاج توسعات، فكان من ضمنها توسعات المنطقة الفود كورت. طبعا احنا لسه عندنا انشاءات تانية، عندنا لسه المنطقة الترفيهية، وعندنا المدخل الرئيسي للنادي، فالانجازات شغالة متتالية، والانجازات هتبقى على اعلى مستوى، ودايما مجلس ادارة بيسعى مع الادارة التنفيذية طبعا من خلاله بيسعى لتقديم كل ما هو متميز لاعضاء الجمعية العمومية. كمان وجود معالي الوزير اشرف صبحي، وجود ايضا كمان معالي المحافظ اللواء خالد عبد العال، وكوكبه كمان موجوده كابتن خالد بيبو، وشفنا كمان رموز كثيره جدا، ده اكيد يعني بيدل على مكانه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي والانجاز اللي بيحققه النادي الاهلي بالثلاث فروع، بحدد في الثلاث فروع وليس مدينه نصر فقط. طبعا النادي الاهلي ده قيمه وقامه كبيره، اكبر نادي في المنطقه العربيه، اكبر نادي في مصر، فطبعا وزير الشباب والرياضه ده رجل رياضي ويعلم قيمه وقامه النادي الاهلي، فالحمد لله ان هو بمجرد ما يعني دعية للحضور لبى مباشرة من على طول لبى والحمد لله وجه. أما سيادة المحافظ فطبعا إحنا ده محافظ القاهرة وإحنا نادي في محافظة القاهرة، فهو طبعا بيفتخر بالنادي الأهلي إن النادي الأهلي موجودة في المحافظة اللي هو على رأسها، فطبعا كان لازم يلبي الدعوة. رسالة لأعضاء الجمعية العمومية أكيد يمكن النجاح هو الحفاظ على الحاجات اللي بتقدم لأعضاء الجمعية العمومية، يمكن أعضاء على وعي كبير جدا إن هم يحافظوا أكيد على المنشآت وعلى الأمور، لكن رسالة العميد حسن مسعود لكل أعضاء الجمعية العمومية لأن لسه اللي جاية أحسن، وانتظروا كمان المزيد بإذن الله. مجلس إدارة بيسعى جاهدا والإدارة التنفيذية في توفير خدمات متميزة على أعلى مستوى لأعضاء الجمعية العمومية. وأعضاء الجمعية على مستوى هذا الحدث وعلى مستوى هذا الأداء، ونحن كلنا ثقة في أعضاء الجمعية العمومية اللي هم حاسين بالمجهود واللي اتعمل والتميز اللي موجودين فيه، فان شاء الله باذن الله كما وعدنا دايما اعضاء الجمعيه العموميه ان هو بيتعودوا بيحافظوا على ناديهم وعلى منشات ناديهم وعلى ممتلكات ناديهم، وده سمه عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. شكرا جدا استاذ عميد. شكرا نشكر قناه الاهلي اللي دايما متواجده ودايما جميع الاحداث بتغطيها، وبنلاقيكم في اي مناسبه بتغطوا المناسبه. انتم امبارح كنتوا ماشيين من عندنا الساعه 2 بالليل،
فاحنا برضو بنتوجه بالشكر للقناه ولكل الاخوه العاملين في القناه. شكرا جزيلا. شكرا كريم. كل الشكر والتقدير طبعا للعميد حسن مسعود مدير النادي الاهلي فرع مدينه نصر على المجهود الكبير اللي بيبذل سواء من الاداره او من مجلس اداره النادي الاهلي. لسه القادم افضل بالنسبه للثلاث فروع نادي الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد، في انشاءات كثيره جدا، في امور كثيره جدا هتتم امير خلال المرحله القادمه، لكن كل حاجه ليها حساب وليها وقت عشان تطلع بالشكل المميز والشكل المبهر اللي اكيد بنتمنى ان كل الامور اللي تكون تخص اعضاء الجمعيه العموميه تكون بهذا الشكل. مستمرين معاك زميلي امير ومع كل مشاهدينا ومتابعينا ولقاءات خاصه عقب افتتاح منطقه الفود كورت بالنادي الاهلي مدينه نصر. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء المهم والمميز جدا مع اللواء حسن مسعود مدير مقر النادي الاهلي بمدينه نصر.